كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة أطلقت خلال أعوام 2017 و2018 و2019 مبادرات رئاسية بهدف الدخول في ملفات الصحة العامة في مصر وعلى رأسها فيروس سي، مؤكدا أن تنفيذ هذه المبادرات ساهم في انتقال مصر من الدول الأكثر إصابة بفيروس سي إلى الأقل إصابة بالفيروس. نعم، في هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كمبادرات صحية جعلت مصر قادرة على رؤية الخريطة الصحية للمصريين وبشكل قوي، بالإضافة إلى التخلص من أمراض كان سينتج عنها تأثير سلبي أثناء التصدي للجائحة. من 2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتطلق مبادرات. المبادرات دي كان الهدف منها أن هي تدخل في ملفات الصحة العامة في مصر، وكان على رأسهم الفيروس سي. ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للأمراض غير السرية المتمثلة في الأمراض السكر والضغط والسمنة. الكلام ده اللي احنا عملناه مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس الفيروس سي بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية ان احنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس. انا كنت عايز اتصور مع او نتصور مع بعضنا البعض لو كانت مصر واجهت الجائحة دي بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المية من المصابين كان ممكن احنا نفقدهم أثناء الجائحة؟ 10%؟ 20% من المصابين، سواء كانت الـ الأمراض اللي هي زي ما بقول كده المزمنة أو الفيروس سي. اللي أنا عايز أقوله باختصار إن الإجراءات اللي عملناها كمبادرات صحية في مصر أفرزت إن إحنا قدرنا أولاً نبقى نشوف الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوي، وأيضا نتخلص من أمراض كانت موجودة معانا في مصر وكان أكيد هيبقى لها تأثير سلبي جدا أثناء تصدينا لهذه الجائحة.